يكون مشاهدين ومتابعين مباشرة مباشرة من مدينة الجديدة ساعة قبل الإفطار. كما كتشوفوا الأجواء بوصفات كيف دايرة. تشوفوا ساعة قبل الإفطار الناس زربانة هذا المحالة. كاين اللي غيفطر هنايا، كاين اللي كيفطر في محالو، كل كيعيش أجواء ديالو في المحالات ديالو. الله يدخل علينا الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. هذا قدر في البيت في ديالو في طاق يعني كما كتشوفوا أجواء كيف دايره بوشرير. كل مشغول بالعمل ديالو. ساعة قبل الفطور يعني مشاهدينا ومتابعين شوف تي في، وصلنا معكم نهاية البث المباشر قبل الإفطار. نتلاقى معكم ساعة من بعد الفطور إن شاء الله، بث مباشر آخر في أمان الله.